الله يعطيكم العافية على هذه الجائزة، وألف ألف مبروك على النجاح الغير مستغرب حقيقة. حياكم الله، أهلا وسهلا، وشاكرين لكم اهتمامكم وحضوركم وتغطية الحفلة اليوم. طيب دكتور، كيف رأيت الجائزة في هذا العام؟ في تطور كبير الحمد لله، تطور من ناحية العدد. أول سنة بدأنا ب 320 مبادرة، السنة هذه 1094 مبادرة، يعني أكثر من ثلاث أضعاف. أيضا الناس من خارج جدة بدأوا يشاركوا، يعني تخيل من مصر، من المغرب، وحتى واحد من أستراليا يشارك. هذا يدل على أنه الحمد لله صيت الجائزة توسع إلى خارج المحافظة بشكل كبير، والله الحمد. المسارات اللي كانت في هذه السنة يعني مسارات متعددة، كان أتوقع الاختيار صعب في حضور كثير من المبادرات الكبيرة، كيف كان التقييم والتحكيم؟ طيب اسمح لي أقول لك أنك أبدعت في السؤال. ليش؟ لأنه فعلا كلامك مزبوط، يعني من 1094 مبادرة هذه أكيد في هناك يعني اتساع في المجالات، ولذلك وزعناها إلى ثمانية مجموعات، كل مجموعة حطينا خمسة محكمين اللي لهم نفس التخصص تقريبا أو متقارب. يعني مثلا السنة هذه لاحظنا في شيء كثير عن البيئة، فجبنا ناس من كلية تصاميم البيئة، فبالتالي أصبح لدينا إلى حد ما أقول لك 100%، لكن إلى حد كبير تغطية لجميع المجالات اللي كانت في مبادرات الجائزة هذا العام. دوما نحن هنا.